السلام عليكم أعزائي المشاهدين. أجواء حارة نسبيا ورياح شمالية غربية إلى متغلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. إن شاء الله ابتداء من الغد فرصة لأمطار خفيفة متفرقة مستمرة معنا حتى يوم السبت على فترات متقطعة. تعرف على تفاصيل أكثر الطقس الحالي في مدينة الكويت. أجواء غامض جزئيا ورياح شمالية سرعتها 8 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية 31 درجة مئوية، رطوبة نسبية متدنية نوعا ما 16%، بالنسبة للرؤية الأفقية جيدة تزيد عن 12 كيلو. صورة الأقمار الصناعية توضح عبور بعض السحب المتفرقة، وأيضا تتأثر شبه الجزيرة العربية بامتداد منخفض السودان الموسمي أدى إلى تساقط الأمطار على الأجزاء الجنوبية للمملكة العربية السعودية ممتدة إلى البحرين وقطر وأيضا دولة الإمارات. الليلة طقس معتدل والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة لمعتدل السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. ودرجات الحرارة المتوقع في منتصف هذه الليلة قد تصل إلى 22 درجة مئوية خاصة على المناطق الساحلية. بالنسبة للمناطق الغربية من البلاد السالم الشقاية قد تصل إلى 21 درجة مئوية. في مساء الغد أجواء حارة نسبيا، وأيضا تحول الرياح إلى جنوبية شرقية خفيفة لمعتدل السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، وفرصة لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. ودرجات الحرارة المتوقعة في مساء الغد قد تصل إلى 28 درجة مئوية مدينة الكويت. بالنسبة لمطار الكويت الدولي قد تصل إلى 29 درجة مئوية. جزرنا الشمالية وأربع بوبيان فيلتشا متفاوتة ما بين 25 إلى 30 درجة مئوية. الأجواء البحرية بشكل عام خلال 24 ساعة القادمة وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، وارتفاع الموج من 1 إلى 4 أقدام. المواقيت بإذن الله على حسب التوقيت المحلي مدينة الكويت، موعد أذان الفجر في الساعة 4، بالنسبة لشروق الشمس في الساعة 5:22، أما غروب الشمس في الساعة 6:14. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله، بالنسبة لمساء الغد فرصة لأمطار خفيفة متفرقة، أجواء حارة نسبيا نهارا ولكن راح تكون معتدلة ليلا، وأيضا استمرار الرياح الجنوبية الشرقية خفيفة إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة. ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 31 درجة مئوية، بالنسبة للصغرى قد تصل إلى 18 درجة مئوية. يوم الخميس اعتدال في الطقس وأيضا أجواء حارة نسبيا في النهار ولكن راح تكون معتدلة ليلا، واستمرار الرياح الجنوبية الشرقية خفيفة إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة. ابتداء من مساء يوم الجمعة فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا، وأيضا فرصة للغبار يوم السبت، ونشاط في الرياح الجنوبية الشرقية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومتر في الساعة مثيرة للغبار، تقل معها مدى الرؤية الأفقية، وأيضا استمرار الرياح الجنوبية الشرقية حتى يوم الأحد. واعتدال في الطقس إن شاء الله يبدأ من يوم الأحد ويترسب الغبار تدريجيا، ودرجات الحرارة العظمى أعزائي المشاهدين في اعتدال قد تصل إلى 32 درجة مئوية، بالنسبة للصغرى متفاوتة ما بين 18 إلى 21 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا على حسن المتابعة، والآن مع درجات الحرارة حول عاصم العالم.